تحية طيبة مشاهدينا الكرام، برنامج نافذة الأحداث تبدأ من الولايات المتحدة الأمريكية. حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الرئيس المنتخب جو بايدن من العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران قائلا إن الظروف تغيرت جذريا في الشرق الأوسط منذ إبرام هذه الصفقة في عام 2015، كما ندد بومبيو بسياسات إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تجاه طهران وقال أريد دائما منح الآخرين فرصة عادلة، لكننا نعلم من هم الذين اقترح بايدن عليهم الانضمام إلى إدارته، ونعلم ما كانوا يفعلونه على مدى 8 سنوات، كانوا يرضون إيران وسمحوا لها بممارسة الإرهاب في مختلف أنحاء العالم، وتركوا حليفنا الحقيقي إسرائيل ولم يفعلوا شيئا في الواقع لدعم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. ولفت بومبيو إلى أن هؤلاء المسؤولين كانوا يظنون أنه من المستحيل تعزيز عناصر السلام في الشرق الأوسط ما لم يتم حل القضية الفلسطينية، مشددا على أن الرئيس دونالد ترامب كسر قواعد اللعبة ورفض وضع تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني فوق مهمة تعزيز الاستقرار الإقليمي. وفي الشأن العراقي، الكاظمي يجري مباحثات مع ملك الأردن إثر زيارة خاطفة لعمان، حيث قال مكتب الكاظمي في بيان إن رئيس الوزراء أجرى زيارة عمل سريعة للمملكة الأردنية حيث التقى الملك عبد الله الثاني في عمان. وأضاف البيان أن الجانبان بحثا مجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة ووسائل التعافي من آثار جائحة كورونا على اقتصاد البلدين الشقيقين. فيما قال بيان للديوان الملكي الأردني إن اللقاء تناول أيضا العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل توزيع التعاون في مختلف المجالات، فضلا عن الجهود المشتركة لمواجهة وباء كورونا وتداعياته الإنسانية والاقتصادية. وتأتي هذه الزيارة بعد يومين من أول زيارة رسمية أجراها الكاظمي إلى تركيا ليوم واحد التقى خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان، واتفقا على تعزيز العلاقات بين البلدين. وخلال زيارة العمل التي أجراها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى العاصمة الأردنية عمان ولقائه مع الملك عبد الله الثاني، بحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة ووسائل التعافي من جائحة كورونا. وإليكم أهم مجريات الاجتماع. قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أجرى زيارة عمل سريعة للمملكة الأردنية حيث التقى جلالة الملك عبد الله الثاني في عمان، وجرى خلال اللقاء مجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة ووسائل التعافي من آثار جائحة كورونا على اقتصاد البلدين الشقيقين دون تفاصيل أخرى. من جهته قال الديوان الملكي الأردني في بيان إن اللقاء تناول العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل توسيع التعاون في مختلف المجالات، فضلا عن الجهود المشتركة لمواجهة وباء كورونا وتداعياته الإنسانية والاقتصادية، مضيفا أنه تم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق مصالح البلدين. مشاهدينا الكرام، ننتقل بكم إلى الأزمة المتشنجة ومنذ أيام بل ومنذ سنوات بين بغداد وأربيل، حيث أعلن نائب رئيس حكومة إقليم شمال العراق قباد طالباني التوصل لاتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية لعام 2021. في إطار الأزمة بين بغداد وأربيل، أعلن نائب رئيس حكومة إقليم شمال العراق قباد طالباني في تصريح التوصل لاتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية لعام 2021. وقال طالباني تمكنا من الاتفاق مع الحكومة الاتحادية حول موازنة 2021 ولا تزال الحوارات مستمرة ولم يكشف عن تفاصيل الاتفاق. وأضاف طالبان نحن بحاجة إلى وحدة وطنية والعمل من أجل تجاوز العراق وإقليم شمال العراق لهذه التحديات الكبيرة، وكذلك الحصول على المستحقات المالية للإقليم ضمن هذا القانون، مؤكدا استعداد الإقليم لتسليم الواردات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية، مؤكدا أن بغداد استقطعت مبالغ النفط من حصة الإقليم خلال 2020.
أما فيما يخص الوضع الأمني مشاهدينا، خلية الصقور تنفذ ضربات استباقية في مناطق متفرقة من البلاد، حيث أعلن الخبير الأمني فاضل أبو رغيف تنفيذ خلية الصقور الاستخبارية لضربات استباقية وعمليات استخبارية محكمة في مناطق متفرقة من البلاد. وقال أبو رغيف أنه انسجاما مع ثقل المسؤولية العالية المنوطة بمهام خلية الصقور الاستخبارية والتزاما بالدفاع عن حياض وسلامة العراق والعراقيين، وضمن توجيهات وزير الداخلية، فقد أنبرت عناصر الخلية لتسطر صفحات من المنجزات الأمنية على مستوى العراق. مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم والوضع الأمني في العراق. رعد الليل تطيح بشبكة إرهابية متخصصة بالعبوات الناسفة في بغداد، حيث أعلن جهاز الأمن الوطني الإطاحة بشبكة إرهابية متخصصة بالعبوات الناسفة في بغداد ضمن عملية أمنية أطلقها تسمى رعد الليل. وقال الجهاز في بيان أنه شرع في الأيام الماضية بتنفيذ عملية اتسمت بالدقة والاحترافية العالية وتمخضت عن الإطاحة بشبكة إرهابية قامت بالعديد من الأعمال الإجرامية تمثلت بالتعرض للأجهزة الأمنية وتفجير العبوات الناسفة التي راح ضحيتها العشرات من المدنيين والعسكريين. وأضاف الجهاز أن العملية أسفرت عن تفكيك إحدى مفارز العبوات الناسفة في ديوان الجند والعاملة في قاطع شمال بغداد، إذ تمكنت مفارز الجهاز من إلقاء القبض على 5 عناصر في قضاء الطرمية، وتم تدوين أقوالهم وإحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. ما زلنا في الوضع الأمني، لكن هذه المرة في محافظة كركوك، حيث تمكن قسم شرطة النجدة والدوريات في محافظة كركوك التابع إلى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة من ضبط كمية من الحبوب المخدرة في إحدى مناطق المحافظة. وقالت وزارة الداخلية في بيان أن قسم شرطة النجدة والدوريات في محافظة كركوك التابع إلى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة تمكن من ضبط كمية من الحبوب المخدرة بعد تلقي اتصال من أحد المواطنين عن طريق الخط الساخن 104 حول وجود كمية من الحبوب المخدرة في أحد الهياكل في منطقة بنجا علي بمدينة كركوك. وأضاف البيان أنه تم على الفور تشكيل مفرزة والتوجه إلى مكان الحادث وضبط حبوب مخدرة نوع ترامادول تقدر ب 111,600 حبة، تم ضبطها بمحضر ضبط أصولي وتسليمها إلى قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية حسب الاختصاص الوظيفي. مشاهدينا الكرام، وبعيدا عن الوضع الأمني، الآن الوضع الاقتصادي. أعلن البنك المركزي العراقي رفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي الذي كان له أثر صادم بالنسبة للشارع العراقي، حيث أدى الارتفاع في سعر صرف الدولار إلى صعود كبير في أسعار البضائع وخاصة المواد الغذائية، الأمر الذي بات يؤثر سلبا وبشكل خطير على قوت المواطنين من ذوي الدخل المحدود. آثار هذه الخطوة في أسواق مدينة كركوك رصدها لنا مراسلنا علي نجارول. بعد تصريح وزير المالية بارتفاع سعر الدولار، ما تأثير هذه الخطوة على الشارع العراقي وكركوك خاصة؟ عقب إعلان البنك المركزي العراقي رسميا رفع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 1450 دينارا، شهدت الأسواق المحلية في مختلف مدن العراق تداعيات خطيرة، خاصة وأن الغالبية العظمى للبضائع وخاصة المواد الغذائية يتم استيرادها من خارج البلاد وبالعملة الصعبة. وأسواق مدينة كركوك حالها حال باقي الأسواق المحلية في العراق، تأثرت بشكل صادم بالإجراء المفاجئ الذي أعلنت عنه الحكومة بخفض سعر الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، والذي جاء بحجة معالجة الأزمة المالية التي يشهدها البلد. أصحاب محل الصيرفة اعتبروا في أحاديث لفضائية تركمانلي أن المتضرر الأول من رفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي هم المواطنون من ذوي الدخل المحدود، خاصة وأن كل البضائع الموجودة في السوق ارتفعت أسعارها بشكل لافت، إلى جانب انخفاض قيمة الراتب الذي يتقاضاه الموظف مقارنة بسعر الدولار. كذلك الحال في محل بيع المواد الغذائية بالجملة في أسواق كركوك، حيث تأثرت بضائعهم بشكل مباشر من رفع سعر صرف الدولار. تجار المواد الغذائية حملوا الحكومة ووزير المالية بالتحديد مسؤولية الارتفاع الكبير في أسعار تلك المواد، والذين أكدوا أن المتضرر الأول والأخير منها هم شريحة الفقراء. الأسعار ارتفعت والأسعار غالية حيل، وإحنا طبعا هذه اولا تاثر على الفقير،
واحنا نناشد اولا مصطفى الكاظمي ونناشد وزير الماليه بالذات، يعني ترى الوقع بيها بس الفقير، بس الفقير وقع بيها، ولا الزنقين ولا المسؤولين هذا لا سولف سالفتهم يعني نهائيا، احنا الوقع يعني بيها بس الفقراء. لا لا هذا واقع حال يعني، خلينا نحكي بقلوبنا. والمسؤولين احنا نناشد المسؤولين اللي سووا هالبلوى هذه، سووا هذا البلوى على روسنا، اريد يطلعونا من هذا الازمه هنا. يعني البضاعه اللي عندكم اللي موجوده هنا ايش قد ارتفعت اسعارها يعني؟ تقريبا الى 5000 الى 10000 كل وحده، كل بضاعه يعني. تيادي تاثيره هو صعود بالاسعار، يصعد الدولار تصعد الاسعار كلها. كل حاجه يعني كل كرتون رايح يتحمل اقل شيء 3000 دينار 4000 دينار صعود، واكو 5000 دينار يعني على حسب نوعيه المال. مثلا عندك الزيت صعد 10000 دينار 8000 دينار صعد، التمن كذلك كلها صعدت، يعني كل المواد صعدت. طبعا هذا تاثير سلبي على المواطن، والمواطن دخله محدود. يعني مثلا عندك الموظف اذا 500 هذا صعود الدولار رايح راتبه يصفاله يجوز 300. ايام المقبله اعتياد يعني غلاء معيشه وقله عمل، يعني قله عمل هم موجوده بالسوق. يعني العمل قبل هذا الصعود هو كان نايم، السوق نايم، وبعدين صعد هذا الدولار فنفسه غلاء معيشه. انا بقول لسان حال المواطنين في كركوك، ارتفع سعر الدولار، توقفت التعيينات، والمواطن في حالة يرثى لها. لفضائية تركمانيلي، علي نجار أغلو. وعلى خلفية الإجراءات التقشفية للحكومة بخفض سعر الدينار أمام الدولار الأمريكي، شهدت مناطق متفرقة من مركز مدينة كركوك مشاهدين إغلاقا لمراكز التسوق والمولات، حيث أجرت عدسة فضائية تركمانيلي أيضا استطلاعا لآراء المواطنين الذين عبروا امتعاضهم وقلقهم الشديد من تداعيات المأساوية لهذا القرار المجحف بحق المواطنين. في الوقت الذي يعيش فيه العراق من أزمات كثيرة منها الأمنية والاقتصادية والسياسية، جاء القرار الحكومي بخفض سعر الدينار أمام الدولار الأمريكي لتزداد معها معاناة المواطنين بالتزامن مع تردي الوضع الاقتصادي للبلد. وعلى خلفية الإجراء الحكومي المجحف، أغلقت غالبية مراكز التسوق والمولات أبوابها أمام المتبضعين، وقد رصدت عدسة فضائية تركمانيلي مناطق متفرقة من مركز مدينة كركوك المراكز التجارية المغلقة. وكانت بعض هذه المراكز التجارية في كركوك وجهة لذوي الدخل المحدود للتسوق والتبضع منها، ولكن خفض سعر الدينار أمام الدولار سيضع عراقيل ومصاعب اقتصادية جمة أمام هذه العوائل التي تعاني لكسب قوت يومها. وفي أحاديث لمراسل فضائية تركمانيلي، انتقد المواطنون دور الحكومة المركزية التي لم تتخذ إجراءات جدية ملموسة للوقوف أمام ارتفاع أسعار الدولار، والذي أثر بشكل سلبي على المواطنين وخصوصا على ذوي الدخل المحدود، مؤكدين أن المواطن هو المتضرر الوحيد من هذا القرار. أذية للمواطنين، أذية ارتفاع الدولار، أذية للدولار ارتفاع الدولار، بس أذية للحكومة. المفروض يعني تدحج على هذا الشعب، يعني البنزين تريد نزله الصعدة 550، ها الدولار صعد 145. هسه أبسط شيء هذا المحل، احنا جايين من غير منطقة نريد نتسوق من عنده، الدهن ب 8500 زين، هسه مصعدين على 13.9 كيلوات. ويبقى المواطن العراقي هو الخاسر الوحيد بعد ارتفاع أسعار الدولار أمام الدينار العراقي وإغلاق أغلب المحلات والمولات أبوابها أمام المواطنين. عبد القادر فؤاد، مراسل فضائية تركمانيلي، كركوك. الجبهة التركمانية العراقية كان لها رأي في هذا الموضوع. خفض قيمة الدينار يعطل عمل مصانع العراق، الدينار العراقي يواصل هبوطه أمام الدولار في بورصات التعاملات المالية المحلية، حيث قال رئيس الجبهة التركمانية العراقية أرشد الصالحي إن خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار خطأ،
ارتكبه البنك المركزي، وأكد أن الخطوة ستقود إلى تعطيل عمل المصانع في البلاد. كما قال الصالحي في بيان إن زيادة سعر بيع الدولار الواحد إلى 1460 دينارا عراقيا دفعة واحدة خطأ ارتكبه البنك المركزي، وذكر أن ارتفاع سعر الدولار سيؤدي إلى وقف عمل المصانع المحلية لأنها تشتري المواد الأولية بالدولار من الخارج، مما سيؤدي إلى ارتفاع سعر المنتج المحلي للمستهلك النهائي. واقترحت وزارة المالية العراقية في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 خفض قيمة الدينار إلى 1446 دينارا لكل دولار بعد أن كان 1182 دينارا لكل دولار على مدى السنوات الماضية. وأثر الاقتراح موجة استياء واسعة في الأوساط الشعبية، وبررت المالية العراقية القرار بمحاولة مواجهة الأزمة المالية التي تتعرض لها البلاد إثر تراجع أسعار بيع النفط في الأسواق العالمية بسبب تداعيات فيروس كورونا. ويقول إن العراق من مبيعاته النفطية الشهرية لا تكفي لسد تكاليف الرواتب، والعراق أحد البلدان ذات الاقتصاد الريعي حيث يعتمد على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95% من نفقات الدولة، ويعيش البلد أزمة مالية خانقة جراء تراجع أسعار النفط بفعل أزمة جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم. اللجنة المالية وقراراتها، حيث هددت اللجنة المالية في مجلس النواب بإقالة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي بعد إعلان الحكومة عن سلسلة إجراءات تقشفية في مقدمتها رفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي. عضو اللجنة المالية النيابية ماجد الوائلي أوضح في بيان صحفي أن اللجنة المالية وجهت كتابا إلى رئاسة مجلس الوزراء لتنفيذ بنود الورقة البيضاء، وكذلك تقديم مقترحات اللجنة من أجل تعظيم الإيرادات وحل المشاكل التي تقف عائقا أمام حل الأزمة المالية وتقدم الاقتصاد العراقي. وأضاف الوائلي أن السلطة التنفيذية ما زالت متكاسلة ومتراخية وتلجأ إلى قوت المواطن بشكل مباشر، مشيرا إلى أن أول إجراء اتخذته هو رفع سعر صرف الدولار، وسربت بشكل لا يخلو من التقصير نسخة غير رسمية من الموازنة المالية لسنة 2021 لتلوح بسياسة تقشفية قاسية يدفع ثمنها المواطن، مشددا على أن اللجنة لن تسمح بسياسة التجويع ولن تسمح بمحاولة إرضاخ الشعب، لافتا إلى أن إقالة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وكل المسؤولين عن ذلك ليست ببعيدة. الكتل السياسية كانت رافضة مشاهدين الكرام على هذه الإجراءات، حيث أعلن ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي رفضه لإجراء تخفيض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي وتقليل دخل المواطن، عد نياه بأنه حرب على الفقراء وذوي الدخل المحدود. فيما اعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي أن خفض قيمة الدينار قد تتبعه آثار كارثية. تعقيبا على إجراءات الحكومة الأخيرة التي جاءت بحجة معالجة الأزمة المالية، أعلن ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي رفضه لإجراء تخفيض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي وتقليل دخل المواطن، عادا ياه بأنه حرب على الفقراء وذوي الدخل المحدود. وقال الائتلاف في بيان إننا نرفض تخفيض قيمة الدينار العراقي وتقليل دخل المواطن، والذي لن يعالج الأزمة على المستوى المنظور، وهو حرب على الفقراء وذوي الدخل المحدود، وسيفتح الباب واسعا أمام التضخم، وقد لا يمكن الحفاظ على استقرار العملة. وحمل ائتلاف النصر الحكومة والقوى السياسية المؤيدة لهذه الخطوة مسؤولية ما سينتج من انهيارات اقتصادية مجتمعية تؤثر على البنية الاجتماعية والمعاشية للمواطنين، موضحا أن هذه الإجراءات واستمرار الإنفاق غير المسؤول في بيئة بيروقراطية فاسدة ومترهلة وفوضوية ووسط تواضع البنى التحتية والخدمات ستؤدي إلى نتائج غير محمودة. كما دعا ائتلاف العبادي الحكومة لاتباع إجراءات أفضل وأقل تكلفة لتجاوز الأزمة المالية، منها تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل وتقديم موازنة كالتي قدمتها حكومة العبادي للأعوام 2015 إلى 2018
والتي قامت على تحديد الأولويات وضغط النفقات ومنع الهدر. من جانبه حذر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من آثار كارثية خطيرة بسبب تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي. وكتب المالكي في تغريدة عبر منصة تويتر للتواصل الاجتماعي: إذا كان تخفيض قيمة الدينار خطوة لمعالجة الأزمة الاقتصادية وسد عجز الموازنة، فيبقى السؤال: ما هي إجراءات الحكومة لحماية المواطن ومراعاة ظروفه المعيشية من التلاعب والاستغلال الذي سيمس حياته بشكل مباشر إثر تخفيض قيمة الدينار؟ وهي آثار كارثية خطيرة قد تؤدي لانهيار الوضع العام وتدمير بنية الدولة والمجتمع إن لم يصحبها تدخل مباشر من الحكومة وأجهزتها الأمنية والاقتصادية. وبغية السيطرة على أسعار البضائع والسلع في أسواق مدينة كركوك، نفذ قسم الجريمة المنظمة في مديرية شرطة كركوك جولة تفقدية في أسواق مركز المدينة، حيث تفقدت الكوادر الأمنية أسعار مختلف البضائع والمواد الغذائية في المراكز التجارية وأسعار صرف الدولار في شركات الصرف، لمنع محاولات البعض من ضعاف النفوس استغلال خفض قيمة الدينار أمام الدولار الأمريكي. وواجهت القوات الأمنية التعليمات والإرشادات لأصحاب المحل بعدم رفع الأسعار، وإلا سوف يكونون معرضين للمساءلة القانونية. بهدف منع محاولات البعض من ضعاف النفوس من أصحاب المراكز التجارية وشركات الصيرفة من استغلال خفض قيمة الدينار أمام الدولار الأمريكي للتلاعب بأسعار البضائع والسلع والمواد الغذائية في أسواق مدينة كركوك، نفذ قسم الجريمة المنظمة في مديرية شرطة كركوك جولة تفقدية في أسواق مركز المدينة بقيادة العميد علي مناف. جينا لقينا الفريد الميدو زين عليه الهامة، صار بالاتفاق بين أخوان، وهذا شيء مصيبة. الرجال نزل ألف دينار، فهذا اللي إحنا موضوع حيث تفقدت الكوادر الأمنية أسعار مختلف البضائع والمواد الغذائية في المراكز التجارية وأسعار صرف الدولار في شركات الصيرفة، لمنع محاولات البعض من ضعاف النفوس استغلال خفض قيمة الدينار أمام الدولار الأمريكي، فيما جرى خلال الجولة توقيف أفراد تلاعبوا بالأسعار. أول تلبار هذا الحكي 32 ألف، وهسه ما عدا صارت 36 علينا. منو المين تاخذ المخزن؟ والله مخزن بحي العسكري منا قاعد. تعال يا ولد وينكم؟ تعال تحرير. مخزن بحي العسكري؟ عبد بلا اسمه هواري عدى وصل يعني موجود. وين الوصل؟ طين وصل؟ أنا قبل يومين أنا نزلت ب 32. وقد رصدت الكوادر الأمنية العاملة بقسم الجريمة المنظمة في كركوك محاولات بعض المراكز التجارية من رفع أسعار المواد الغذائية، ووجهت القوات الأمنية التعليمات والإرشادات لأصحاب تلك المراكز التجارية بعدم رفع الأسعار، وإلا سوف يكونون معرضين للمساءلة القانونية. وأوضح أصحاب المراكز التجارية والمحلات أن رفع الأسعار جاء بعد قرار الحكومة بخفض قيمة الدينار أمام الدولار الأمريكي، مبيناً أن هناك ضعاف النفوس يحاولون استغلال الظروف، مضيفاً أن هناك من المحلات من لم يرفع الأسعار ويراعي ظروف المواطنين رغم تضارب الأسعار في أسواق كركوك. التداعيات الاقتصادية التي أثرت أو أضرت بشكل سلبي على الشارع العراقي بعد رفع سعر الدولار مقارنة بالدينار العراقي من قبل البنك المركزي، وفي هذا الخصوص معنا أو ينضم إلينا مباشرة السيد أمير أوتش الخبير الاقتصادي. سيد أمير أهلا بكم. الورقة البيضاء التي أقرتها الحكومة العراقية بشأن الإصلاحات الاقتصادية، بداية ما هي هذه الورقة البيضاء؟ الحكومة العراقية التي خططت الإصلاح، أي ورقة الإصلاح، كان على أساس استقرار العراق من الناحية الاقتصادية، والناحية الاقتصادية لا يستقر إلا بمبادرة جماعية بين المواطنين والحكومة العراقية،
والإصلاح ورقة الإصلاح يكون مستقبلية وليس حاضرا. مستقبلا يتم إصلاح جميع ما يتعلق بالعراق من أمور اقتصادية للبلد. أستاذ أمير، لماذا خفض البنك المركزي قيمة الدينار العراقي مقارنة بالدولار الأمريكي؟ صلاحية وزارة المالية هي التي تخصص سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، حيث كان الدينار العراقي الدولار الواحد يقابل 1190 أو 1182 دينار عراقي، ولكن الحكومة العراقية أي وزارة المالية قررت أن يكون المبلغ الرسمي للدولار 1450 دينار بدلا عن 1182 دولار. طبعا الأسواق المحلية في الوقت الحاضر تم ارتفاع الأسعار المواد الغذائية والمواد الكهربائية تحسبا لزيادة في الدولار مقابل الدينار العراقي. هو السعر المثبت من قبل وزارة المالية هو 1450 دينار، ولكن باستطاعة البنك المركزي العراقي أن يبيع الدولار الواحد بخلاف بزيادة النمرة أو النمرتين أي 1450 56 57 59 يبيعها إلى في المزاد العلني. وبخصوص توجيهات البنك المركزي العراقي لتخفيض الدولار مقابل الدينار العراقي أي صعود قيمة الدينار العراقي، على البنك المركزي أن يعطي إعاز بصورة كاملة لمصارف الرشيد والرافدين بخصوص بيع الدولار للمواطنين حصرا لكي يتمكنون من السيطرة على الدولار والدينار العراقي. في الوقت الحاضر العراق يعتمد على النفط، وهذا لا يكفي، لأن النفط في جميع دول العالم لها قيمة كبيرة، ولكن على العراقيين أو الدولة الحكومة العراقية أن تعتمد على الفلاحين ودعم الفلاحين والاعتماد على الثروات الوطنية وعدم استيراد المواد الغذائية وغيرها من الدول الجوار والدول الأخرى، لأن العراق لديه نهر الرافدين والرشيد، نهر الرافدين والدجلة، وهما من أنهار كبيرة، ويتمكنون من هذا أن يبنون السدود على هالنهرين في سبيل دعم الزراعة وإعطاء الفلاحين المستمسكات المطلوبة لزراعة الحنطة والشعير والمواد والزراعات الأخرى وإنتاج لدعم الإنتاج المحلي بصورة كاملة وصحيحة. نعم، شكرا جزيلا أستاذ أمير لانضمامك إلينا. مشاهدين الكرام، وإلى محافظة البصرة، حيث أغلق متظاهرون من حملة الشهادات الجامعية والمعاهد شركتي توزيع المنتجات النفطية وتعبئة الغاز السائل في المحافظة احتجاجا على عدم توفير فرص عمل لهم. أغلق متظاهرون من حملة الشهادات الجامعية والمعاهد شركتي توزيع المنتجات النفطية وتعبئة الغاز السائل في محافظة البصرة احتجاجا على عدم توفير فرص عمل لهم. وقام المئات من المتظاهرين وأغلبهم من حملة الشهادات الجامعية والمعاهد بإغلاق مبنى شركة توزيع المشتقات النفطية ومبنى شركة تعبئة الغاز السائل احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم بتوفير فرص عمل لهم في المنشآت النفطية. وأكدت وسائل أعلام محلية أن خريجي كليات الهندسة أغلقوا شركتي المنتجات النفطية وتعبئة الغاز ومنعوا موظفي الشركتين من الدخول كإجراء تصعيدي لتلبية مطالبهم التي ينادون بها منذ 4 أشهر. مشاهدينا الكرام، وبشأن تداعيات انتشار جائحة كورونا في العالم وفي العراق وبكركوك بالتحديد وظهور السلالة الجديدة من هذا الفيروس في بريطانيا وبعض دول أوروبية، معنا من بغداد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر. دكتور، مساء الخير.
مساء النور، اهلا وسهلا، تحيه لك وللمشاهدين الكرام وشكرا للدعوه للمشاركه بهذا البرنامج. اهلا بكم دكتور. دكتور، بشان السلاله الجديده لفيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا بالبدايه ثم في دول اوروبيه عده، ما هذه السلاله الجديده؟ هل لكم ان توضحوها لنا؟ شكرا جزيلا. الموضوع السلاله الجديده هو امر متوقع، لان بالنهايه كوفيد 19 نفسه هو سلاله جديده، هو السلالة السابعة أو الطفرة السابعة لعائلة فيروسات كورونا. يعني قبل كان السادسة والخامسة والميرس إذا تتذكروا، متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والسارس وهكذا. وهذا أمر طبيعي يحدث في الكثير من الجراثيم المسببة للأمراض الفيروسات بسبب عوامل مختلفة. يحدث هناك تغير في المادة الوراثية، المادة النووية لحامض الآر إن إيه، فينتج عنه نوع جديد أو سلالة جديدة من الفيروس، يا أما تكون أكثر خطورة أو أقل خطورة. نعم دكتور، هذه الفيروس اللي نعم عذرا للمقاطعة، عن اكتشاف سلالة أو تسلسل جيني جديد على الفور. وزارة الصحة دخلت في خلية أزمة منعقدة لحد الآن برئاسة السيد الوزير، يعني منعقدة بشكل مفتوح لمتابعة الإجراءات، وكان هناك عدة اجتماعات للجهات الفنية العلمية المعنية بالموضوع، ورفعت عدة توصيات إلى رئاسة مجلس الوزراء وإلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، واتخذنا عدة إجراءات التي أعلنت قسم منها يوم الثلاثاء، اللي متعلقة ببعض الإجراءات التي تحدد من الحركة وغلق الأماكن العامة والمطاعم والمولات والنوادي وغيرها ابتداء من اليوم الخميس مساء لغاية الصباح ولمدة أسبوعين مبدئيا، وكذلك منع السفر إلى عدد من البلدان التي ظهرت فيها هذه السلالة الجديدة، وعدم السماح بوصول المسافرين من هذه الدول من غير الجنسية العراقية. أما العراقيين فيحجرون لمدة أسبوعين وحسب التعليمات العلمية لحين التأكد تماما من خلوهم من الإصابة طبعا. ونقطتين كانت عن التأكيد على موضوع المدارس والالتزام، وأن الضوابط تشمل المؤسسات التربوية الحكومية والأهلية، وما زلنا مستمرين بالتواصل والمتابعة. هذه التوصيات والتعليمات أولية، قد يكون هناك تحديث لهذه التعليمات حسب المستجدات الوبائية. لحد هذه اللحظة لم تسجل هذه السلالة في العراق، لكن نحن نتوقع وصولها للمنطقة أو للعراق، يعني بسبب تعرف حضرتك موضوع التواصل بالعالم، يعني كأنه قرية صغيرة كما يعبرون. فإحنا نتذكر كيف أنه فيروس بدأ من ووهان خلال أيام وأسابيع قليلة انتشر إلى كل العالم، فهذا هو تخوفنا. لكن في نفس الوقت نؤشر عدم التزام بالتعليمات الصحية، يعني لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي، وخصوصا مع دخولنا في موسم الشتاء واقتراب أعياد الميلاد. أيضا نلاحظ دعوات لإقامة حفلات وتجمعات، وهذا الأمر مخالف للقانون، قانون الصحة العامة ولقانون العقوبات العراقي الذي يحاسب أي فرد أو جهة تعرض الصحة العامة للمجتمع للخطر. نعم. طيب دكتور، هل من الممكن في الأيام المقبلة نشهد انتشار هذا الفيروس في العراق، أو نشهد فرض حظر تجوال شامل أو تعطيل للحركة أو تعطيل للحياة في العراق إذا ظهرت هذه السلالة الجديدة؟ يعني هو دخول الفيروس حصول إصابة يعني هو أمر ممكن، يعني بالنهاية أنه إحنا رغم كل الإجراءات الاحترازية المبكرة لا تتذكرون ظهرت عندنا إصابة. صحيح أنها ما كانت لمواطن عراقي، لكن ما ممكن أن نسيطر 100%، ولا لو كان هناك يعني اجراء يمنع نهائيا الاصابه لكان احتوينا الاصابات في العالم وليس فقط في العراق. هذا الامر نحن نعمل على احتماليه حدوثه، ولذلك اتخذنا اجراءات من شانها منع وقوع هذا الموضوع، يعني منع دخول هذا الفيروس او تاخيره الى اكبر مقدار ممكن، واحتواء الاصابات في مراحلها الاولى واكتشافها وعزلها ومنع انتشارها اكثر. بالنسبه للحظر او غيرها هي تبقى مستجدات من صلاحيه اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية. احنا كوننا رؤيتنا كوزارة الصحة كجهة فنية ورفعت الى اللجنة العليا، وسوف تناقش في الاجتماع القادم للجنة العليا للصحة والسلامة. وحسب المستجدات احنا في كل ساعة هناك امور جديدة تطرأ، نحن نتابع مع كل دول العالم ومع منظمة الصحة العالمية، سواء كان المكتب الاقليمي الامرو او المكتب الوطني في العراق. طيب دكتور، بالنسبة للقاح، لقاح كوفيد 19، يعني متى سيصل للعراق بالتحديد؟
أعلننا أنه سيصل مطلع العام المقبل إن شاء الله. وقع العراق مع فايزر مبدئيا على 1.5 مليون جرعة، وستكون هناك جرعات أخرى من فايزر وغير فايزر، لأن العراق لا يزال جزء من التحالف الدولي للقاحات الذي يضمن توفير اللقاحات من عدة مناشئ من عدة شركات جميعها رصينة، جميعها أثبتت فعاليتها واعتمدت من قبل منظمة الصحة العالمية. مسألة وقت إن شاء الله، والأولويات اللي أعلنتها الوزارة هي نفسها فئات القوات الأمنية بمختلف صنوفها، الجيش الأبيض ومن ثم كبار السن وموظفين يعني في القطاع الصحي والطبي، وفئات الاختطار العالي كبار السن والمصابون بأمراض مزمنة واحتلالات مناعية. هذا بمجمله يشكل 20% تقريبا من الشعب العراقي، أي حوالي 8 ملايين جرعة مبدئيا. طيب هذا اللقاح هل يعمل عن نفس السلالة الجديدة هم يعمل عليه؟ المعلومات الأولية التي وردت أن هذا اللقاح فعال على كلتي السلالتين. طيب دكتور شكرا جزيلا لمشاركتك معنا. شكرا جزيلا. ودوليا وفي الذكرى الثانية لاندلاع ثورة ديسمبر كانون الأول 2018 التي أطاحت بالرئيس السوداني السابق عمر البشير، شهدت السودان مظاهرات بالآلاف في العاصمة الخرطوم وعدة مدن أخرى للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة وإسقاط الحكومة الحالية. شهد السودان مظاهرات بالآلاف في العاصمة الخرطوم وعدة مدن أخرى مطالبين بتحقيق أهداف الثورة وإسقاط الحكومة الحالية، وذلك في الذكرى الثانية لثورة كانون الأول عام 2018 التي أطاحت بعمر البشير. وخرج المتظاهرون في عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم وولاية كسلة وولاية شرق دارفور في الذكرى الثانية لاندلاع ثورة 2018 مطالبين بإسقاط الحكومة الحالية. وأغلق الجيش السوداني كافة الطرق المؤدية إلى مقر قيادته العامة بالخرطوم تجنبا لوصول المحتجين إلى محيطه. وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين من أمام البرلمان بمدينة أم درمان غربي الخرطوم، كما أبعدت مثلهم عن محيط القصر الرئاسي إلى الشوارع الجانبية. أما في محافظة إدلب فقد تسببت الأمطار الغزيرة في محافظة إدلب السورية بغرق نحو 500 خيمة للنازحين وتشريد الآلاف منهم. وفي تصريح له أكد أمين مرجان مدير مخيم كفر عروق شمال غربي إدلب بأن مياه الأمطار غمرت خيم النازحين وباتوا بأمس الحاجة للمأكل والملبس والتدفئة. Thank you.
عدد العائلات 47 عائلة عندنا هون. الوضع مأساوي، الخيام غرقت يعني، وما عم يصلنا أي مساعدات خالص، وبحاجة تدفئة وسلل غذائية، ألبسة للأطفال، يعني الوضع مأساوي بشكل عام. حتى الآن ما استفدنا شيء. شو الوضع حاليا في المخيم؟ الوضع حاليا بالمخيم وضع مأساوي، الخيم طافت مي وما مي وطين ووحد، ستير المي للشرب ما تيجينا خالص. كيف مرت عليكم هاي الليلة؟ والله ليلة صعبة، يعني لو ظل المطر للصبح الخيم كلها طافت إجمالا. وين رحتوا لما صار طوفان بالمخيم؟ وزعنا هالعيال على الخيم اللي ما غرقت. وين هذا أخوي حسين؟ أخوي من أمي وأبوي. وين هذا ماتوا مزنين؟ شلون ماتوا؟ أخوي حسن مات واحد، زاد أخوي زاد مات واحد يا أخوي. المات مثلت بها، ظلت أقول لنا بعيال أمنا تهدثني خبزة وشوية زيت حاطت عليها وحطيت دمعة مي فيها. والله العظيم يا يام ما عندنا أكل، والله العظيم لا دحل فلك، لا حبة برغل، لا حبة طحين، لا أكل. أنا ويا أبوي والله غير رحمة الله ما عندنا. ما أقدر أسولف بحلقي وجعني يا أبوي. وشنو السبب الثورة؟ نحن طلعنا بهالليل نحن والاولاد ومعينا غداة مي، اكل كله فاش وليك على حالتنا. طلع يعني طلعوا وشوفوا حسوا بحالنا، لا صوبه لا حطب لا بيعطونا معونه لا شيء لا شيء اشي. والله كل هالليل عند الجماعه قاعدين، وهذا نحن قاعدين عجان لعند هذول وديناهم نحن ليك. طلع كل هالليل ننبش ونبعد المي عنا وتعود تجينا. يا ابن اختي طلعنا من هالخيام ووقفنا برا، ايش بدنا نساوي؟ شيء بدروات الخيام، شيء براتين، شيء وهيك صاير بينا، لا صوبات لا حطب لا بيرين لا شيء. وهالبش بعض المخيمات كلها استلمت ونحن لا، يا حرام من الله. والله ذقنا الاهاني يا ابن اختي. اي والله يا ابن اختي بقول لك ماي صعبي لك ماي صعبي. والله نرجفون بهال الهدول، حتى غطى مثل لا سلموا بطانيات لا سلموا حرامات لا سلموا شيء خالص. الله نشكي على الله ونقول له يا الله دخيلك، ايش بدنا نساوي يا ابني؟ ايش بدنا نساوي؟ شوفت عينك ايش طالع بيدنا؟ لا شيء وما في شيء. شوفت عينك المي فاتت على الخيام، حطب ما في، شيء ما في نحط على الهاي، هيك صاير بينا. ايش اكثر من هالشيء؟ الله وكيل. والله هذا عاجز يا عيني ليك، بحطه طبشات الله يعزك لحتى يدفع التورة بيطلع لبرا او وقت. كيف هاي مر عليكم اليوم هون؟ اليوم اسود يا ابن اختي، مبارحيات يعني الحرمي تبكي والضنا يبكي والنساء. ايش بدي اقول لك؟ صعبي ما يحد. صعبي يا ابن اختي. معاناة، احكي لي عن معاناتكم، شو معاناتكم بالضبط؟ محناتنا مثل ما انا عم بقول لك يا ابن اختي، يعني يعني هيك، خاصه نحن هالمخيم هذا يعني ذقنا الاهاني، طوفان برد هيك يا ابن اختي. ايش تحضيرات راس السنه الميلاديه الجديده؟ معنا على الهاتف مشاهدينا الكرام مدير الاعلام والاتصال الحكومي في ديوان محافظه كركوك ليتحدث لنا عن التحضيرات المتخذه بشان راس السنه الميلاديه الجديده. أستاذ مروان، هل لك أن توضح لنا خلية الأزمة وقراراتها بشأن التحضيرات الواجب اتخاذها أو التي اتخذتموها بشأن رأس السنة الميلادية الجديدة في كركوك؟ في البدء كل عام وأنتم بألف خير، كل عام وفضائية تركمان اللي بألف خير، وجميع مواطني محافظتنا وشعبنا العزيز العراق. حقيقة هذا العام مليء ب مزيد من التحديات والظروف القاسية. حقيقة نواجه بلدنا العزيز أزمة اقتصادية سياسية أمنية، لكن لها انعكاسات أيضا سلبية على محافظتنا كركوك، وخاصة فيما يتعلق بجائحة كورونا.
صرنا أعزاء ورموز وشخصيات غالية علينا في محافظتنا الكريمة كركوك. قبل يوم كان هنالك توجيهات من خلية الأزمة الاتحادية بعد جلسة مجلس الوزراء. حقيقة كانت هذه الإجراءات تشمل جميع مدن العراق بما فيها كركوك في مسألة تقليص عمل الصالات والمولات وتقليص الحركة في عموم مدن العراق ومنها كركوك. نحن كخلية أزمة في محافظة كركوك وبتوجيه مباشر من السيد محافظ كركوك وبالتنسيق مع أعضاء الخلية بما فيها دائرة الصحة تم إصدار بعض التعليمات التي استندت إلى التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء الموقر. بالتالي هي رسالة للمواطنين الكرام في بلدنا العزيز وكركوك بشكل خاص إلى ضرورة الالتزام من البدء بارتداء الكمامة إلى تقليص الحركة. نواجه ظروف صعبة، جائحة كورونا الآن نشهد كثير من بلدان العالم المتقدمة والمتطورة لجأت إلى عزل وإيقاف حركة الطيران وإغلاق الحدود وإيقاف الحركة داخل المدن وإغلاق المراكز التجارية. نحن أيضا نخشى أن لا سمح الله أن نشهد مزيد من الإصابات، لذلك كانت هذه الإجراءات أيضا تتزامن مع إجراءات في متابعة الواقع التربوي للحفاظ على سلامة طلبتنا الأعزاء سواء كانوا في الكليات، الجامعات، المعاهد، المدارس، في الدراسة الحكومية أو الأهلية. بالتالي من خلال منبركم الكريم فضائية ركماني اللي عودتنا على الدعم والإسناد بما يخدم مواطنينا الكرام، نحن بحاجة إلى التوعية ومزيد من الالتزام والوقاية لحماية مواطنينا. نعلم أنه هذه الأيام كريمة وعزيزة مع أعياد الميلاد ورحلة نعم أستاذ مروان عذرا بخصوص منع تجول فرض منع التجوال، هل سيكون في الأيام المقبلة أم سيكون في تحديدا برأس السنة الميلادية الجديدة وتحديدا في ذلك اليوم، أم ستتخذ إجراءات أخرى بشأن التجمعات، فتح المولات والأسواق؟ الإجراءات هي ليس هنالك منع للتجوال وشل الحركة بالكامل، وإنما هي إجراءات وقائية لمنع الاكتظاظ والتجمهر والتجمع مع أيام تشهد تزاحم كبير وتجمعات في المراكز التجارية. الجميع يعلم جيدا أنه حجم الوضع الاقتصادي الصعب في بلدنا العراق، لكن هذه الإجراءات الحكومية الاتحادية ما كانت تتخذ لولا هنالك مؤشرات تستدعي وتتطلب التفاهم والتنسيق وإصدارها والالتزام بها حماية وسلامة لمواطنينا وإسنادا لكوادرنا الصحية البطلة. الوضع حقيقة صعب، لكن تجاوزنا كثير من المحن من خلال التعاون المشترك. نحن لدينا ثقة بمواطني كركوك، مواطني كركوك يمتازون بالوعي، يمتازون بالالتزام، نحن نحرص على سلامتهم، لا نريد أن تكون هنالك للأسف إصابات أو وفيات متزايدة متصاعدة، وبنفس الوقت الحفاظ على أجواء الحياة والاستقرار الذي تشهده مدينتنا العزيزة كركوك. أيضا إدارة كركوك اتخذت إجراءات لتأمين الأجواء، اليوم كان هنالك تعطيل تضامنا وإكراما لأهلنا وأحبتنا المسيحيين، وأيضا تم إعداد شجرة لأعياد الميلاد في ساحة المحافظة. دائما فضائيتكم الكريمة توثق هذا الشيء. بنفس الوقت سيتم اتخاذ إجراءات أمنية من قبل قيادة المقر المتقدم وجميع أجهزتنا وشرطة كركوك والأجهزة الاستخبارية لحماية الكنائس في محافظتنا العزيزة كركوك. كركوك تمتاز بالوعي والالتزام، الجميع يعلم حجم التحدي والظروف الصعبة خاصة بتأمين تجهيز الكهرباء بساعات عادلة لمواطنينا الكرام، لكن هي أزمة
كبيرة تشهدها مدن العراق جميعها بعد إيقاف الغاز المستورد وانخفاض معدلات الإنتاج. إدارة كركوك والسادة أعضاء مجلس النواب وجميع الخيرين يسعون لضمان حقوق مواطنينا بتجهيز عادل عبر الشبكة الوطنية، وبنفس الوقت أيضا هنالك جهد كبير في مسألة تأمين الخدمات والاستمرار بتأمين السيولة المالية لتنفيذ مشاريعنا الخدمية. عام كان صعب لكن استطعنا جميعا بما فيها فضائيتكم الكريمة وإدارتنا في كركوك أن نشهد جميعا حجم البناء والإعمار والخدمات المقدمة في وقت هنالك مدن محادثة لكركوك تشهد وضعا للأسف سلبي وسيء، لكن كركوك دائما مميزة بفضل أهلها ومكانة رجالها ونخبها وأحزابها ورجال دينها الأفاضل ووقفيها الكريمين السني والشيعي. وكل عام وأنتم بألف خير إدارة وكادرا ومراسلين بفضائية تركماني. وأنتم بألف خير أستاذ مروان، نشكر لك مشاركتك معنا في هذا البرنامج. مشاهدينا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم، دمتم في أمان الله وحفظه.